فالتفتت الأرض إلى الأنهار فسألته، فجاوبت الأنهار: إنا نعرف لماذا خلقنا، فإنا نحمل الماء العذب فنروي به الأرض الخصبة، فيخرج منه الزرع مختلفا ألوانه لتأكل منه الطيور والحيوانات وتتزيني به، ثم نصب هذه المياه العذبة في البحار المالحة حتى نقلل من نسبة ملوحتها فتستطيع الأسماك العيش فيها، فإنا خلقنا لك ما أنت خلقت لنا، ولا نعرف لماذا خلقت، فاسأل البحار لعل الإجابة تكون عندها.